استكمال للمحاضرة المحاضرة 6، هي محاضرة طويلة شوية بس احنا كمان فيه حاجات كتيرة مش هنحطها. يعني احنا مش هنحط كمان هنا حساب البوتنشال في السفيريكال كوردينيتس، ولو ان ده برضو من الحاجات المهمة جدا والمطلوب حسابها علشان الناس اللي بتشتغل بحث علمي بعد كده يبقى عنده خلفية كويسة. احنا هننوه عليها ان حساب البوتنشيال في السفيريكال كوردينيتس من الحسابات المهمة جدا واللي الناس لازم تعرفها، الا ان هي فيها بعض الصعوبات لان التكاملات احنا مش واخدين عليها وبالتالي فيها صعوبة. لكن احنا واخدين على التكاملات في الكارتيزيان كوردينيتس بشكل سهل. يعني هناخد هنا معانا المالتي بوتنشال اكسبانشن. ان انا هنا لو انا عايز احسب البوتنشال بقى او الجهد الكهربي مش في نقطه قريبه، المره اللي فاتت كان عندنا على سبيل المثال اسطح في شكل مكعب وكنا عايزين نحسب البوتنشال داخل السطح ده في نقطه داخل السطح، لكن هنا انا عندي عايز احسب البوتنشال عند نقطه بعيده جدا عن الشحنة الكهربية. وبالتالي في هذه الحالة لو أنا بعيد جدا عن الشحنة ديت هيبقى البوتنشال بالظبط شبيه للبوتنشال الناتج عن شحنة موجودة في نقطة واحدة، ودي قيمتها بتساوي كي في كيو على ار، أو 1/4 باي إبسلون في كيو على ار، حيث كيو هنا هي التوتال تشارج. يعني أنا ممكن يكون عندي مجموعة من الشحنات موجبة أو سالبة، مجموع هذه الشحنات الموجبة أو السالبة كأنهم موجودين في نقطة واحدة، المجموع بتاعهم هجمعهم يديني التوتال تشارج، لأن هما بيعتبروا متمركزين عند نقطة واحدة بالنسبة للنقطة اللي أنا بحسب عندها البوتنشيال في مكان بعيد جدا. شحنة ممكن يكون قيمتها زيرو، وممكن التوتال تشارج يكون قيمتها زيرو لأن مجموعهم كلهم كده مع بعض ممكن يقول لي ان ممكن على سبيل المثال عندي ناقص 2 مايكرو كولوم وناقص 3 مايكرو كولوم وموجب 1 مايكرو كولوم، مجموعهم كلهم صفر لكن انا عندي مجموعه من الشحنات قوي بس التوتال تشارج صفر. السؤال الطبيعي هنا والبديهي ان طالما الشحنه بصفر يبقى لازم البوتنشال هيكون بزيرو بالظبط، لكن في هذه الحاله البوتنشال ايوه تقريبا هتساوي صفر لان انا عندي الشحنه ما هياش قيمتها زيرو، يعني عندي مجموعه من الشحنات موجودين. وبالتالي انا هنا عايز معادله تكون اكثر دقه تديني شكل البوتنشال عند نقطه في على سبيل المثال نقطه بعيده جدا هنقول ما لا نهايه. بقى هناخد مثال علشان نعرف نطبق الكلام ده كله. انا هفترض ان انا عندي 2 دايبولز، الدايبولز دول اللي هم شحنتين متساويين في المقدار لكن مختلفين في الاشاره، واحده مقدارها موجب كيو والثانيه مقدارها ماينس كيو. الشحنتين دول المسافه الفاصله بينهم اسمها دي. المطلوب ان انا عايز احسب الجهد الكهربي عند النقطه دي. النقطه دي مش موجوده في السنتر، مش موجوده هنا كده في النقطه دي، لكن موجوده على مسافه دي. المسافة اللي بتفصل الشحنة الموجبة عن النقطة اللي بحسب عندها الجهد الكهربي اسمها R بلس، والمسافة اللي بتفصل الشحنة السالبة عن النقطة اللي أنا عايز أحسب المجال عندها اسمها R ماينس. وبالتالي أنا عايز قيمة متوسطة للجهد ده، وكأن أنا بحسب البوتنشيال عند النقطة ديت وكأن السنتر بتاعهم أو التوتال تشارج ديت هي عبارة عن محصلة عند النقطة في منتصف المسافة بينهم. المطلوب هنا إن أنا لازم أجيب صيغة عامة. الصيغة العامة هنا أجيبها إزاي؟ كل اللي أنا أعرفه إن أنا عندي شحنتين التوتال بوتنشيال بتاعهم بيساوي كي في كيو على آر الموجبة ماينس الشحنة السالبة كي في كيو على آر ماينس. عايز أعرف البعد ده قد إيه آر بلس والبعد بتاع آر ماينس قد إيه، يعني الشحنة الموجبة تبعد قد إيه والشحنة السالبة تبعد قد إيه. علشان أعرف البعد ده طبعا انا عندي المتجه اللي اسمه ار ده بيصنع زاويه اسمها سيتا، هذه زاويه سيتا بتقابل ار بلس،
إذن علشان أحسب أرض بلس ده اللي هو مواجه للزاوية ديت، أرض بلس تربيع هيساوي أرض تربيع زائد دي على الاتنين تربيع اللي هي المسافة ديت، بما إن ده مواجه للزاوية يبقى ماينس حاصل ضرب الاتنين دول في بعض ار في دي على الاتنين كوساين الزاوية. دي معادلة مشهورة جدا ساب المثلثات. طيب بالنسبة ل ار ماينس، ار ماينس انا عندي الزاوية ديت هتبقى كوساين 90 ناقص ثيتا، تمام؟ لما اجي افكها هتديني هنا اشارة ايه؟ اشارة موجبة. يبقى هنا ار ماينس تربيع هيساوي ار تربيع زائد دي على الاتنين تربيع زائد الاول في التاني في اتنين ار في دي على اتنين في اتنين كوزين الزاوية، تمام كده؟ إذن المعادلة ديت أقدر آخد أر تربيع عامل مشترك، يبقى هنا واحد ماينس بلس دي على أر كوزين ثيتا طرف ده الحتة الطرف ده الأول. ليه أنا بعمل كده؟ خليت دي تربيع على أر تربيع في الآخر، علشان أنا عندي المسافة اللي أنا بحسب عندها أر تربيع أو R أكبر بكتير جدا من دي، وبالتالي R تربيع لما أربحها هتكون أكبر بكتير جدا من دي تربيع، يبقى إذا الطرف الأخير ده أنا ممكن أحمله. إذا المعادلة دي هتصبح في الصورة الآتية. هعمل إيه هنا؟ هاخد معكوس المعادلة دي وآخد الجزء التربيع بتاعها كمان. إذا واحد على R ماينس بلس بيساوي هنا هيبقى واحد على ار الجذر التربيعي لواحد بعد ما اعمل الطرف ده دي على ماينس بلس زي ما هي دي على ار كوساين ثيتا. بدي افكركم المعادله ديت كان انا عندي واحد زائد او ناقص مقدار صغير. لما اجي افك المقدار ده يبقى ايه؟ يبقى الواحد ينزل زي ما هو، وبعدين الإشارة بتتعكس هنا لأن ده واحد كأنها واحد زائد إكس وكل أس ناقص نص. لما بفك المقدار ده بالواحد زي ما هو، والإشارة هنا بتبقى ماينس ماينس في ناقص بموجب وناقص في موجب بسالب، يبقى الإشارة هنا بتتعكس نص المقدار ده، يبقى دي على أر كوزين ثيتا، وبعدين بعد كده زائد يبقى بلس ماينس وهكذا مربع الطرف ده. وبعدين باخد اول طرفين بس، اول جزئين في المعادله، علشان ديت كل ما لما التربيع ده بيزيد يبقى اذا هيبقى دي تربيع على 2 على ار تربيع، وبالتالي انا بهمل برضو المقدار ده، اذا بهمل باقي الاجزاء. ده بيسموه التيلور اكسبانشن بتاع مين؟ بتاع 1 زائد اكس، حيث اكس ده مقدار صغير اقل بكتير جدا من الواحد. خدت الجزء الاول بس، فالمعادله ديت بقت على الصوره الاتيه. إذن أنا عندي هنا واحد على r بلس بيساوي واحد على r مضروب في واحد زائد d على 2 r كوزين ثيتا، وواحد على r ماينس اللي هو بعد الشحنة السالبة بيساوي واحد على r مضروب في واحد ناقص d على 2 r كوزين ثيتا. إذا لما أجيب بقى واحد على r بلس ماينس واحد على r ماينس يبقى هيساوي d على r تربيع كوزين ثيتا. بتعمل كده ليه؟ احنا عايزين نحط المعادلة بتاع البوتنشال ديت في صورة عامة. عشان هشيل الكيو هنا والكيو هنا هطلعهم بره، يبقى كيو على 4 باي ايبسلون مضروبة في الدي على ار تربيع كوزين ثيتا. شكل مين؟ ده شكل البوتنشال. ده شكل البوتنشال، 1 على 4 باي ايبسلون كيو في الدي في كوزين ثيتا. ده الجهد الكهربي. الجهد الكهربي في هذه الحالة بيساوي ايه؟ ده هنا الجهد الكهربي ده عبارة عن دايبولز، وبالتالي هنا بيتناسب مع ار تربيع. يبقى اذا في حالة الكوادروبولز الدايبولز، الدايبولز معناها شحنة سالبة وشحنة موجبة، اذا الجهد بتاعها بيساوي 1 على 4 باي ايبسلون كيو في دي على كوزين ثيتا على ار تربيع. شحنة واحدة شحنة واحدة مفيش مسافة فاصلة بينهم، اللي يساوي كي في كيو على ار، كي في كيو على ار زي ما شفنا فوق. طيب إذا الفي في حالة السنجل بول اللي هي شحنة واحدة
بيتناسب مع R. في حالة الدايبولز بيتناسب مع R تربيع، وفي حالة الكوادربولز بيتناسب مع R تربيع. كوادربولز معناها عندي 4 شحنات، 1، 2، 3، 4. وفي حالة الأكتوبولز بيتناسب مع عكسي مع R أس 4. يبقى إذا أكتوبولز معناها أنا عندي 8 شحنات، كأن أنا عندي المكعب الموجود قدامي ده، 1، 2، 3، 4 فوق، 1، 2، 3، 4 شحنات تحت. إذا الجهد في حالة شحنة واحدة بيتناسب مع R، في حالة شحنتين بيتناسب مع الجهد الكهربي طبعا بيتناسب مع R تكعيب عكسي، الجهد في حالة 4 شحنات بيتناسب مع R تكعيب، الجهد في حالة 8 شحنات بيتناسب مع R أس 4. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لشحنات ديسك. طيب أنا لو الشحنات اللي موجودة عندي ديت ما هياش شحنات ديسك، ده شحنة موزعة بانتظام، وأنا عايز أحسب الجهد الكهربي على بعد ما منها. كل اللي عارفينه ان انا عندي كان في حالة الشحنة الواحدة كان بيساوي في كيو على ار. طب ما هي الكيو دي بيساوي رو في الدي تاو، اللي هي اللي هي الحجم في الشحنة الواحدة، ايه الحجوم اللي هي رو، مقسوم على مين؟ مقسوم على ار، اللي هي بعد الشحنة يعني. هنا الشحنة بتاعتي ديت ما هي الشحنة بقى دايبولز ولا كوادروبولز ولا اوكتوبولز، ما هيش مجموعة من الشحنات موزعة بانتظام ديسكريت يعني آسف، لكن شحنة موزعة بانتظام على سطح ما أو في حجم ما. إذا أنا المطلوب إن أنا عايز أحسب البوتنشال بتاعي عند نقطة بعد مسافة اسمها بي. كل اللي هعمله إن أنا هذه الشحنة هاخد إيليمنت صغير كده من الحجم بتاعي ده، عبارة عن دي تاو. هذا الحجم أو بيبعد مسافة اسمها آر. هفترض إن نقطة الأصل موجودة في تبعد مسافة مقدارها آر داش عن الإليمنت اللي أنا خدته ده. أما أجي أعمل عملية انتجريشن بقى، يبقى أنا هفترض المتجه اللي بيبعد عن نقطة الأصل بالنسبة للنقطة اللي أنا بحسب عندها الجهد ده اسمه آر. حضراتكم شاطرين وعارفين إن دي زاوية اسمها ألفا، وده الضلع المجاور ليها وده الضلع المقابل. المفروض ان انا البوتنشال هنا بيقول لي ان انا هنا عليه 1/4 باي ايبسلون التكامل رو دي تاو على ار. انا خلص من الار ده لان عايز صيغه عامه، هذه الصيغه العامه بتنسب هنا لنقطه الاصل. اذا انا المفترض انا اتخلص من الار، الار سمول ده، واخد الار كاب، الار بولد الحرف ده يعني، ده المتجه الار بولد يعني. المتجه ده بيساوي ايه؟ زي ما حضراتكم شفتوا فوق اهو، ده بيساوي ار تربيع، ده تربيع زائد ناقص حاصل ضرب الضلعين دول، تمام كده، في كوساين الزاويه بينهم اللي هي الفا. طبعا حضراتكم هنا نفس الكلام، هاخد ار تربيع عامل مشترك، يبقى هنا 1 زائد ار داش على ار كل تربيع ناقص 2 ار داش على ار كوساين، تمام كده. طالما خدت هاخد الجذر بتاع الطرفين، يبقى R هتساوي R مضروبة في، هاخد الجذر بتاع المقدار ده، حيث المقدار R داش على R كل تربيع ناقص 2 R داش على R كوساين ألفا، ده هسميه إكس. هذا المقدار لأنه مقدار صغير جدا أنا هسميه إكس اللي هو ده. طيب وبعدين أنت وديت فين المقدار ده؟ المقدار ده يا شباب هيهمل. يهمل ليه؟ علشان مقدار التربيع لازم يهمل، بس احنا مش هنهمله دلوقتي، هناخد بس عامل مشترك بره هنا. انا يعني عندي هنا الطرفين، اسف هقفل النوتيفيكيشن عشان التسجيل. المعادلة اللي معانا هنا ديت انا هاخد طبعا هاخد عشان هنا ار داش على ار هاخدها بره عامل مشترك، يبقى هنا ار داش على ار ناقص 2 كوساين ار. ده بالنسبة للمقدار اللي اسمه ابسلون. زي ما حضراتكم شفتوا هنا، هاخد هنا ايه ده، بما ان ايه ده كده الابسلون بيساوي القيمة الصغيرة دي، وكانت الار بتساوي ار مضروبة في 1 زائد جذر ايه ابسلون. طبعا الجذر خدت المعكوس بتاعه، يبقى 1 زائد ابسلون كل اس ايه صنع. هعمل افك المقدار ده، بما على افتراض ان الابسلون ده مقدار صغير
أصغر بكتير جدا من الواحد. لما أفك المقدار ده يبقى واحد زي ما هو ناقص نص إبسلون زائد 3/8 إبسلون تربيع ناقص 5/16 إبسلون تكعيب زائد وهكذا، وهشيل الإبسلون وأحط قيمتها هنا وبعدين أربحها هنا وبعدين أكعبها هنا. طبعا احنا المفترض ان احنا نكتفي بقى بالتربيع فقط، لكن احنا هنمشي زي ما هو الحل موجود معانا هنا ونشوف احنا هنختصرها ازاي. الواحد زي ما هو نص الابسلون ار داش على ار في ار داش على ار ناقص 2 كوساين الفا زائد 3/8 ابسلون تربيع ربع المقدار ده في ار داش على ار كل تربيع مضروبة في ار داش على ار ناقص 2 كوساين الفا كل تربيع ناقص 5/16. طبعا المقدار ده تكعيب، طبعا اي تكعيب احنا هنهمله، احنا هنهمل التربيعات يعني اي ار داش على ار كل تربيع هتهمل. بس قبل ما نهمل الار داش على ار كل تربيع هنبدا ايه، ناخد الار داش على ار العوامل المشتركه اللي فيها ار داش على ار، الاطراف اللي فيها ار داش على ار والاطراف اللي فيها ار داش على ار كل تربيع، ونشوف العوامل المشتركة. على سبيل المثال عندي هنا واحد ينزل زي ما هو، عندي هنا نص ار داش على ار كوساين الفا، الاثنين دي مع النص ده يبقى بقى عندي ار داش على ار في كوساين الفا، يبقى هنا ده المقدار اللي فيه ار داش على ار اس واحد. وبعدين عندي المقادير اللي فيها ار داش على ار تربيع، عندي هنا ده ار داش على ار داش في ار داش على ار داش مضروبة في نص، يبقى ده ار داش على ار داش على ار كل تربيع، وفي اشارة سالب هنا يبقى ادي ار داش على ار كل تربيع وادي الاشارة السالب اللي هي ناقص واحد. وبعدين في هنا كمان مضروبة معايا، في هنا ار داش على ار كل تربيع مضروبة في مين؟ لما اجي افك القوس ده هلاقي ان مربع الاول مربع الثاني مربع الاول ومربع الثاني مربع الثاني اللي هو 4 كوزاين تربيع الفا، الاربعة تختصر مع الثمانية يبقى فيها 2، يبقى 3/2 كوزاين تربيع الفا المقدار ده الاثنين، تمام كده. وبعدين بعد كده المقادير اللي هي فيها ار داش على ار كل تكعيب، طبعا انا هحمل الاطراف اللي فيها اللي هي الاس بتاعها اكبر من واحد، يعني ار داش على ار كل تربيع ده المفترض ان هو يتحمل، لكن الحقيقه الشكل اللي طالع معايا ده اللي هو الواحد وكوزين الفا والثلاثه كوزين تربيع الفا ناقص واحد على الاثنين وخمسة كوزين تكعيب ألفا ناقص 3 كوزين ألفا على الاثنين، الحقيقة ده بيفكرنا بشكل دالة بيسميها طبعا وكلنا عارفينها اللي هي الليجندر بولينوميال. الليجندر بولينوميال دي من أشهر الدوال الموجودة عندنا في الفيزياء الرياضية، وبالتالي شكل الدالة دي أو الليجندر بولينوميال دي عامل إزاي. قبل ما نروح للمعادلتين دول هننزل مع حضراتكم كده ونقول شكل الليجندر بولينوميال دي عامل إزاي. شكل الليجندر بولينوميال، الليجندر بولينوميال معناها ان هي كثيره حدود ليجندر، كثيره حدود ليجندر الطرف الاول فيها اللي هو عباره عن واحد، الطرف الثاني فيها اللي هو اكس، الطرف الثالث فيها اللي هو 3 اكس تربيع ناقص واحد على الاثنين. طبعا الاكس هنا اللي هي كوساين سيتا في الكوساين الفا، اسف في الحاله الثانيه فهي واحد وبعدين كوساين الفا وبعدين 3 كوساين تربيع الفا ناقص واحد على الاثنين وخمسة كوساين تكعيب ألفا ناقص 3 كوساين ألفا على الاثنين وهكذا، عشان كده بنسميها كثيرة حدود ليجندر. ده بالنسبة لإيه؟ لكثيرة دالة كثير حدود. السمشن أو المجموع بتاع جميع هذه الأطراف بنسميها بي إن، بي زيرو إن، آسف بي إن آسف، حيث الإن هذه بتاخد القيم من صفر إلى ما لا نهاية.
إذا لما نيجي بقى نجمع الأطراف دي كلها، إحنا مش هنحمل الأطراف التكعيب للأسف هنا، علشان إحنا عايزين معادلة أكثر دقة في حسابات البوتنشيال، هو ليس قيمة تقريبية يعني، لأن أنا عندي هنا ما عنديش شحنة واحدة ولا شحنتين ولا 4 شحنات ولا 8 شحنات، أنا عندي شحنات كتيرة جدا. هذه الشحنات موزعة بانتظام على السطح، من الممكن أن يكون شحنات سالبة كلها أو موجبة كلها أو سالبة وموجبة مع بعض، ولكن واخدين توزيع كونتينيوس على السطح هوموجينيوس يعني. وبالتالي هنا أنا هشيل الواحد على R في المعادلة بتاع البوتنشيال وأحط ما يكافئها، ما يكافئها اللي هي 1 على R سمشن على N، واللي هتاخد قيم من 0 إلى ما لا نهاية. R على داش على R آسف أس N بي حيث البي إن دي اللي جندر بولينوميال، وهي دالة في الكوساين ألفا، دي مش مضروبة فيها، دي دالة في الكوساين ألفا. البي 0 عبارة عن 1، والبي 1 عبارة عن كوساين ألفا. لما أحط ال N بواحد يعني، لما أحط ال N بزيرو يبقى R داش على R أس 0 الكلام ده بواحد، يبقى 1 فعلا، وبي 0 بواحد، واحد في واحد بواحد. لما أحط ال N لأن بواحد يبقى R داش على R كله أس 1 اللي هو المقدار ده، في بي واحد، بي واحد اللي هي عبارة عن كوساين ألفا. ولما أحط ال N باتنين يبقى R داش على R كل تربيع اللي هو المقدار ده مضروب في بي اتنين، وبي اتنين اللي هي عبارة عن 3 كوساين تربيع ألفا ناقص 1 على 2، وبي تلاتة وعند ال N بتلاتة وهكذا. عشان كده هنحطها في صورة إيه؟ في صورة الجمع. إذن كل اللي هعمله إن أنا هشيل الواحد على R وأحط ما يكافئه. إذن 1 على 4 باي إبسلون زي ما هو في السمشن على N من 0 إلى ما لا نهاية. تكامل رو دي تاو، رو دي تاو مقسوم على R اللي هي 1 على R، 1 على R اللي هي بالمقدار ده يعني السميشن اهوت. واللي انا عملته هنا، انا طلعت ال R اللي تحت ديت بره، بقت 1 على R اس ان بلس 1 زودتها 1، و R داش بقت موجودة جوه هنا. اذا ده شكل البوتنشيال حالة ان انا عندي شحنة موزعة بانتظام على سطح. هكون عارف ان اللي موجود معايا هنا ان دي ليجندر بولينوميال عرفت الشكل بتاعها، وعرفت كمان ان انا عندي الشحنات دي موزعه بانتظام، يعني ممكن تكون شحنه واحده مجموعه من الشحنات سالبه او موجبه، سالبه بس او موجبه بس يعني فقط يعني. اذا لما اجي افك المقدار ده مره ثانيه بقى علشان نشوف شكله عامل ازاي، لو فكيت المقدار ده هبص الاقي هاخد مره ال n بزيرو يبقى 1 على 4 باي ابسلون في 1 على R التكامل رو دي تاو، نحط ال N بصفر يبقى ال B 0 بواحد، والرو دي تاو زي ما هي، حط ال N بواحد 1 على 4 باي إبسلون خدتها بره عن المشترك، بقت هنا 1 على R تربيع R داش كوزين ألفا رو دي تاو، زائد 1 على R تكعيب R داش تربيع 3 على 2 كوزين تربيع ألفا ناقص نص رو دي تاو زائد 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 ان من الاطراف. ده مين ده اللي موجود معايا هنا ده؟ دي لو عندي شحنه واحده ال V بتتناسب مع 1 على R يبقى ده سنجل بول اللي هي شحنه واحده. لو انا عندي شحنه موجوده واحده هنا وانا عايز احسب وبحسب البوتنشال بتاعها، لو اللي موجوده هنا شحنه واحده بس. طب لو موجود معايا شحنتين دي صيغه عامه واشمل، لو موجود معايا هنا شحنتين هيساوي البوتنشال هيساوي 1 على R داش R تربيع آسف التكامل R داش كوزين ألفا رو دي تاو، وهكذا 3 شحنات وهكذا. إذا لما تكون الشحنات موزعة بانتظام، إذا المعدل اللي تحسب لي البوتنشال اللي هي دالة في ال R اللي هي 1 على 4 باي إبسلون عامل مشترك 1 على R رو دي تاو للتكامل، زائد 1 على R تربيع تكامل R داش كوزين ألفا رو دي تاو، زائد 1 على R تكعيب R داش تربيع في
3 على 2 كوزين تربيع الفا ناقص نص رو دي تاو زائد 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 ان من الاطراف. وبالتالي البوتنشيال هنا دي صيغه عامه لحساب الجهد الكهربي في حاله وجود شحنه موزعه بانتظام على سطح او في حجم ما. طبعا لو هي سطح هتبقى سيجما دي اي، لو هي حجم هتبقى رو دي تاو. بيختلف معايا هنا طبعا ايه شكل الشحنة عامل ازاي. بالنسبة لايه دي الهدف من الرياضة المعقدة شوية هنا، انا عايز اوصل سعادتك لصيغة عامة تكون اشمل وادق. الصيغة العامة والاشمل والادق ديت بتحسب البوتنشيال كدالة في الليجندر بولينوميال، وطبعا بتجيب لي حساب البوتنشيال بقيمة أكثر دقة أو قيمة إكزاكت أو قيمة حقيقية شبه دقيقة جدا 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 القيمة الفعلية دي، يعني على عكس تماما الحاجات اللي احنا كنا بنجيبها قبل كده هي كانت عبارة عن ايه قيم تقريبية لحساب البوتنشيال، وانا كنت بفترض الشحنة شكلها عامل ازاي، ما كنتش بقدر اجيب الواحد على ار ديت ما كنتش بقدر احسبها صح يعني. طبعا علشان نلعب حوالين المعادله الموضوع سهل جدا. الطرف الاول في المعادله اللي عدت ديت اللي هو ان في الفي بتتناسب مع واحد على ار، ده بنسميه المونوبول اللي هي شحنه واحده يعني. لما يكونوا شحنتين بيبقى ده بسميه دايبول، ولما يكون 4 شحنات بسميه كوادربول وهكذا. اذا في حاله المونوبولز الجهد الكهربي بالظبط بيقدر احسبه منه، ولو عملت عمليه تكامل الرو دي تاو هيديني 1/4 باي ابسلون كيو على ار، لان الكيو بيساوي رو دي تاو. طيب لو انا عندي هنا 2 شحنتين بسميهم دايبول، يبقى الجهد اللي ناتج عنهم 1/4 باي ابسلون في 1/r تربيع من تكامل ار داش كوزين الفا رو دي تاو. طبعا انا عايز اجيب قيمه فعليه للدايبول بوتنشيال، طبعا يبقى لازم اعمل عمليه انتجريشن للمعادله دي. حضراتكم عارفين ان حاصل ضرب اي متجهين بيديني حاصل ضرب الامبليتيود بتاع المتجه الاول في الامبليتيود بتاع المتجه الثاني في كوزين الزاويه بينهم. طب حاصل ضرب متجه الوحده في المتجه ار داش هيديني مقدار الاول في مقدار الثاني في كوزين الزاويه بينهم، كوزين الزاويه بينهم الفا. يعني مقدار متجه الوحده واحد يبقى واحد، مقدار المتجه ده اللي هو ار داش. يعني هنا المتجه البولد ده او الحرف لما يكون معمول بالخط العريض ده معناه ان دي قيمه متجهه، لكن لما يكون بالخط الرفيع ده في طول الوقت معانا في الكتاب هنا ده معناه ان قيمه قياسيه. اذا حاصل ضرب المتجهين دول بيديني ار داش كوزين ثيتا. طب ار داش كوزين الفا، اسف، ار داش كوزين الفا بيساوي ايه؟ هشيلها واحط مكانها ار متجه وحده في ار داش. طيب هشيلها واحطها، اذا حطيتها هنا ضرب قياسي اهي. اذا الدايبول بوتنشال 1/4 باي ابسلون في 1/r تربيع مضروب في متجه الوحده في ضرب قياسي ار داش رو دا رو رو دي تاو. طبعا احنا عندنا هنا حاجه بنسميها الدايبول مومنت. دايبول مومنت سعادتكم عارفين انه بيساوي الشحنه الكيو في المسافه الفاصله. ده عندي المسافه الفاصله هنا ار داش، يبقى اذا ار داش في الكيو حيث الكيو اللي هي رو دي تاو هيديني الدايبول مومنت. يبقى اذا الدايبول مومنت بيساوي تكامل ار داش رو دي تاو. اذا ممكن اشيل ار داش رو دي تاو واحط الدايبول مومنت. اذا الدايبول مومنت ده قيمه متجهه لان ده متجه في كميه قياسيه. الرو دي تاو دي كميه قياسيه والار داش دي متجهه، اذا الدايبول مومنت ده متجه. اذا الدايبول مومنت مضروب ضرب قياسي في متجه الوحده مضروب في المقدار ده اللي هو 1/4 باي ايبسلون في ار تربيع. اذا الدايبول بوتنشال بيساوي 1/4 باي ايبسلون في البي سمول دوت ار كاب، ار كاب ده متجه الوحده مقسوم على ار تربيع. هنا
المعادلة ديت بتقول لي إن الدايبول مومنت ده الدايبول بوتنشيال دالة في الدايبول مومنت بتاع الماتيريال. كل ما الدايبول مومنت ده كان كبير بتاع الماتيريال، كل ما البوتنشيال ده كان كبير. والدايبول مومنت ده هنقدر بنحسبه من خلال الشكل الهندسي للماتيريال اللي موجودة معايا. وكمان ليس فقط الشكل الهندسي اللي هو الشكل والسايز بتاعها، لكن كمان من خلال الدنسيتي بتاعتها. كل ما كان الدنسيتي بتاع الماتيريال كان كبيرة، كل ما الدايبول مومنت كان كبير. طبعا لما يكون عندي شحنتين، واحدة موجبة والتانية سالبة، موجودين على مسافة ما من بعض، المسافة بينهم اسمها دي. طبعا النقطة الشحنة كيو سالب كيو تبعد ار داش ماينس، والشحنة ار بلس تبعد ار داش بلس. طبعا لما اجي احسب الدايبول مومنت، الدايبول مومنت هنا كان بيساوي التكامل. طبعا لما يكون عندي ديسكريت تشارج، التكامل يتحول لايه؟ لسمشن، بيساوي التكامل كيو اللي هي الرو دي تاوي يعني، مضروب في الار داش. طبعا عندي شحنتين، يبقى كيو ار داش بلس والشحنه الثانيه سالبه ماينس كيو ار داش ماينس. خدت عن مشترك بره، يبقى كيو في ار داش بلس ماينس ار داش ماينس. طيب لو انا ما عندي متجهين بالشكل ده، المتجه ده والمتجه ده، لما اطرحهم مع بعض يديني متجه ثالث بيقفلهم. اذا المتجه الثالث اسمه دي. اذا عندي هنا كيو في دي، حيث دي دي كميه متجهه. اذا الدايبول مومنت بيساوي كيو دي، صح، بيساوي برضه في نفس الوقت التكامل رو دي تاو ار داش ار داش اي، صح في نفس الوقت، لان انا عارف ان بالنسبه لي هنا ان حاصل الجمع للمتجهين ار داش وار ماينس ده هيديني الازاحه الفاصله بينهم اللي هي دي. ده بالنسبه للدايبول مومنت. حسبنا البوتنشال. طب ماذا عن المجال الكهربي؟ احنا بنقول ان دايما حساب البوتنشيال بيكون اسهل من حساب المجال الكهربي. وطالما حسبت البوتنشيال يبقى سهل ان انا احسب ايه الالكتريك فيلد والمجال الكهربي ده. طب في حاله الدايبولز كان على سبيل المثال البوتنشيال بيساوي ايه؟ لسه مطلعينه من شويه، بيساوي ار داش ار كاب اسف دوت بي على 4 باي ابسلون ار تربيع. حاصل الضرب القياسي للمتجهين دول عبارة عن بي كوزين ثيتا أو بي كوزين ألفا زي ما حضرتك تحب. عارف إن الزاوية اللي هي المسافة، آسف، الثيتا هي الزاوية بين المتجه R والمتجه R داش. طيب المجال الكهربي حسابه إزاي؟ والله لو أنا شغال في الإحداثيات على سبيل المثال الإحداثيات الكروية، الـ R بيساوي ماينس بارشال V على بارشال R. يعني لو فضلت المعادلة دي بالنسبة لـ R، اقدر احسب المجال الكهربي في اتجاه ار. ولو فضلت المعادله دي بالنسبه لسيتا، اقدر احسب المجال الكهربي في اتجاه سيتا، يعني المجال الكهربي كميه متجهه. ولو فضلته بالنسبه للفاي، اقدر احسب المجال الكهربي في اتجاه فاي. المعادله دي اصلا هي داله في السيتا والار، لكن مفيش هنا من لا تعتمد على الفاي بالنسبه للدايبول. اذا ناقص بارشال في على بارشال اي بيساوي 2 بي كوزين سيتا على 2 باي ابسلون نود ار داش. طبعا لو هي بالنسبه لو دي كوساين الفا، يبقى فاضل ايه؟ يبقى اي الفا، هو فاضل هي بالنسبه لالفا. لكن عموما بالنسبه للحساسات الكرويه احنا بنقول ار وثيتا وفاي. البارامترز الدارجه لهذه ايه؟ للاحداثيات الكرويه دي. بالنسبه لاتجاه ثيتا، واحد على ار بارشال في بارشال ثيتا. لما فاضل دي بالنسبه للثيتا، يبقى ايه؟ هتديني هنا بي ساين ثيتا على 4 باي ابسلون نوت ار تكعيب. طيب وفي ايه تاني؟ بالنسبه للفاي اندبندنت من الفاي، يبقى اذا التفاضل بيساوي زيرو. طيب بالنسبه للمجال الكهربي، طبعا سهل جدا. في حاله الدايبولز، سعادتك هنا المجال الكهربي بيساوي ايه؟ المجال الكهربي قيمه متجهه، يبقى انا عندي هنا قيمه في اتجاه ار وقيمه في اتجاه ثيتا. إذا هنا ممكن آخد البي على 4 باي إبسلون نود آر تكعيب المشترك، يبقى هنا 2 كوساين ثيتا في اتجاه الآر، وبقى هنا ساين ثيتا في اتجاه مين؟
في اتجاه السيدة. ده بالنسبة لمين؟ للمجال الكهربي. سهل جدا. بقى هنا الموضوع المعادلة هنا شكلها اتغير جدا بالنسبة للمجال الكهربي في حالة الدايبولز. حضراتكم لو جبتم، لو رجعتم حضرتين ورا كده وشفتوا الإلكتريك فيلد في حالة الدايبولز، هتلاقي كانت المعادلة سهلة جدا وقيم بسيطة، لكن القيم الميكانيك قيمة المجال الكهربي ليست أقرب إلى القيم الحقيقية أو القيم الواقعية، دي قيم تقريبية للمجال الكهربي. عن ملحوظة سعادتك هنا، هتلاقي إن المجال الكهربي في المعادلة اللي عدت ديت بيتناسب مع 1/R9، يعني إن قبل كده كان المجال في حالة الديبول طبعا هنا، لكن في حالة الشحنة الواحدة اللي هي السنجل بول أو المونو بول، هتلاقي إن المجال الكهربي بيتناسب مع R9 عكسي. إذا في حالة الديبول المجال الكهربي بيتناسب مع R9. وبعدين في حالة السنجل بول أو السنجل بول أو بتناسب مع R تربيع، كيو بتساوي K في Q على R تربيع في اتجاه ال R. طيب وهي في حالة الكوادرو بولز، هل هي بتناسب مع R أس 4 عكس، أو حالة الأوكتو بولز 1/R أس 5 وهكذا. إذا أخلي بالي هنا، طبعا شفت البوتنشيال في حالة الدايبولز كان بيتناسب مع إيه؟ بيتناسب مع 1/R تربيع، وحالة الكوادرا بولد 1/R تكعيب، وفي حالة الأوكتوبولز 1/R أس 4. خلي بالك في الأوكتوبولز هنا 1/R أس 5، لكن في حالة الأوكتوبولز الإلكتريك فيلد، آسف، البوتنشال 1/R أس 4، والكوادرا بولز على إن البوتنشال بيتناسب مع 1/R تكعيب. لكن هنا الإلكتريك فيلد تناسب مع 1/4. إذا أصبحت المعادلات كلها أكثر انسيابية مع بعضها، وبالتالي سعادتك لازم يكون عندك يعني إيه مرونة في استخدام المعادلات من ما بينها وبين بعضها. إذا هنتوقف لحد الجزء ده هنا. يبقى إحنا ساعدكم هنا المرة دي، خلصنا الجزء بتاع البوتنشيال. المطلوب من ساعدكم انكم تراجعوا الجزء ده، لان معادلاته الرياضيه كبيره وكتيره، وان شاء الله بمجرد ما ساعتك ماشي ايدك فيها تلاقي كلها، ما بتبتدي من المعادله الاولى تلاقي نفسك ماشي بسهوله ويوصل خالص الى نهايه المعادله او نهايه الحسابات يعني. ربنا يوفقكم ان شاء الله، ونلتقي المحاضره الجايه في الفصل الرابع، الإلكتريك فيلد إن ماتر، المجال الكهربي داخل